السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا من كل أنحاء الوطن العربي العظيم. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن. حي الله عاصم، نحييك في برنامج. أهلا وسهلا. حياك الله يا عبد الرحمن. قبل بداية الحلقة ثلاث أشياء دائما نوصي الشخص: اللايك، الاشتراك، اكتب أي شيء بالتعليق وشيد للمهتمين. يا سلام، نبي نتكلم عن مباراة الهلال والنصر، أو النصر والهلال بحكم أنها بأرض النصر. ولا تقولي المباراة محسومة، انتهى الدوري. لا لا حسابات. طبعا من هذا المنبر حابين نبارك النادي الهلال على تحقيقه بطولة الدوري. مبروك الدوري، تستاهلون. دوري استثنائي، دوري فعلا حقق الهلال فيه أرقام قياسية. وأيضا مبروك أيضا للنصر على هذا الموسم، موسم ترى عظيم يحقق النصر. النصر المعدل النقطي اللي جاب فيه النصر هذا الموسم هو معدل نقطي لبطل دوري، لكن المستثنى انه الهلال جاب المعدل النقطي الاعجازي، فالنصر يعني ما اخذ الدوري بسبب الموسم الاستثنائي. ايضا يا عاصم ناهيك عن عدد الاهداف، فوق 90 هدف بس النصر اللي فرق معه اشياء في مباراه المطب اللي صار له في منتصف الموسم. طيب يا عاصم، البعض يقول يا اخي هذه المباراه خلاص وش الفائده، هلال حاسم الدوري والنصر الان نصيب. لا لا، حسابات المباراه قدام. المشكله لها حسابات عشان كاس الملك، ولها حسابات الموسم القادم. لكل شخص يقول هذه المباراه لا تعني شيء، راح نتكلم ونفصل في كل ما يدور عن هذه المباراه. يا سلام. اول شيء نعتذر ايضا للمتابعين عن عدم تحليل الجوله الماضيه، صار في بعض الظروف. وايضا كل شخص يريد ان يقترح مقترح لموضوع حلقه يكتب في التعليق عشان ما بعد الموسم تبون نتكلم عن حلقه عن الاتحاد ومشاكله، الموسم الاستثنائي اللي قدمه الهلال، النصر وش يحتاج للفتره القادمه، الاهلي، اي شخص، صفقه لاعب، انتقالات، اللي ودكم، لان هذا البرنامج ترى برنامجكم. اقترحوا في التعليقات. نبدأ بسم الله في المحتوى النار باذن الله. بسم الله نبدا ونقول اللي ما ينقال. يا سلام. النصر والهلال في سطور. ايش معنى عبد الرحمن النصر والهلال في سطور؟ النصر والهلال نبي نتكلم يا عاصم عن ارقام مقارنات بين مقارنات عن مباريات تاريخيه في الماضي حدثت بين الناديين، عن اشياء يعني ما قبل المباراة. كانك تقول نظره عامه للفريقين ما قبل المباراه. تفضل عبد الرحمن. الان يا عاصم لما تشوف نادي النصر في هذا الموسم، اوكي وصيف، لكن نبي نتكلم عن ارقام. الهلال فاز ب 29 مباراة، النصر فاز ب 25 مباراة. الهلال تعادل في مباراتين والنصر تعادل في مباراتين، لكن النصر خسر في أربع مباريات والهلال ما خسر. فوش طبعا هذا الأرقام واضحة للأداء، لكن أرقام نادي النصر هي أرقام بطل دوري. ارجع للاتحاد الموسم الماضي، المعدل النقطي اللي حققه النصر هو موسم عظيم، بس النصراويين يرون انه موسم سيء لانه لم يحقق الدوري، لكن الهلال يقدم تعادلين مستوى الدوري كامل ولا خساره. تعادلين، يعني مو تقول ست تعادلات، سبع تعادلات، ثمان، لا، تعادلين فقط. وايضا يا عاصم ترى النصر في هذا الموسم حقق رقم، فاز على نادي ابها 8-0، يعني كان باقي هدف ويعادل رقم نادي الهلال بفوزه على نادي الحزم 9 أهداف. يعني النصر موسم ممتاز تبني عليه للموسم القادم، ما تهدم أي شيء في الفريق. بالضبط بالضبط. طيب ممكن تغير مثلا المدرب، بعض الأسماء، بس أنه في أساس في الفريق، في أشياء صارت في الفريق. طيب كم استقبل الهلال في هذا الموسم من هدف؟ استقبل نادي الهلال 20 هدف واستقبل نادي النصر 37 هدف. وهذا الفارق في تحقيق الهلال للدوري، التفكير في الدفاع أهم من التفكير من الهجوم. تفوز 1-0 كل مباراة تتحقق الدوري، بس تفوز 4-3 بمباراة تتعادل 4-4 وش فايدة تسجل أهداف كثيرة؟ فالدليل أنه الدفاع هو من يجلب بطولة الدوري وليس الهجوم. لكن الهلال هجوميا ترى مشابه لنادي النصر. ليش؟ لأنه الهلال في هذا الموسم إلى حد الآن سجل 95 هدف والنصر سجل 93 هدف، وناهيك أن الهداف كريستيانو رونالدو. الفارق بسيط على مستوى الشق الهجومي والأرقام، لكن احنا قلنا المنعطف في تحقيق البطولات، قلتها سابقا، في أي شخص يبغى يبني فريق أو استراتيجية هيكلة فريق، هو مو الدفاع الأربعة اللي في الخلف، الدفاع هي منظومة كاملة من المهاجم إلى الحارس أو من الحارس إلى المهاجم، فالنصر كمنظومة دفاعية من المهاجم إلى الحارس هي اللي خلت النصر إنه لما يخسر الكرة، هذا اللي كان المنعطف في عدم تحقيقه إنه يحقق الدوري هالموسم. طيب أحد الجمهورين يسأل يا أخي متى، أوكي إحنا في آخر المباريات نتذكر إنه نادي الهلال هو اللي يفوز. طيب متى فاز النصر على الهلال دوريا يا عاصم؟ في الدوري. فاز على نادي الهلال، آخر فوز لنادي النصر على نادي الهلال بنتيجة 2-0 في موسم 2021. من يسجل الأهداف؟ والله إني ناسي، بس أذكر في منها تاليسكا.
اتوقع ابو بكر تاليسكا سجل بس ما ادري الهدف الثاني. اي اذكر انها كانت العصر اعتقد. بالضبط. اسلم. فيعني مده طويله يا عاصم ان نادي النصر ما يكسب الهلال دوريا. اي عشان كذا نقول لك ان المباراه لها مكاسب لمدى موسم لمدى اخر. انه النصر ما فاز على الهلال دوريا يعني له فتره. فانت المباراه لها حساباتها، لا تقول لي ديربي. هو ديربي صح، هو ثلاث نقاط، لا لا هو بعد ثاني. صح ان الدوري منتهي، النصر لو فاز على الهلال ما راح يسوي شيء بترتيب الدوري، والهلال لو فاز على النصر لان النصر حسم المركز الثاني والهلال حسم المركز الاول، بس لا بعد هذا الديربي، هذا الديربي نتكلم عنه بعد شوي. اخر يا عاصم 26 مباراه في شتى المسابقات، فاز الهلال ب 14، تعادلوا باربع مباريات، وفاز النصر بثمان مباريات. تفوق للهلال. فتفوق لنادي الهلال الفتره الاخيره، وهذا اللي يخلي النصر يوقف. انت لازم تقرب من رقم الهلال اذا تبغى تحقق، لانه الهلال هو الهرم في تحقيق البطولات هالمواسم الاخيره، فلازم انك تقلل الرقم هذا. يعني فوزك على الهلال هذا يقلل الرقم عشان انك تستفيد منه وتبني عليه مستقبلا. طيب عاصم، البعض يقول يا اخي عاصم عبد الرحمن الان قاعدين يتفلسفون، يتكلمون عن مباريات ماضيه وحنا في الحاضر، هل دائما المباريات الماضيه تفرق معانا بالحاضر انه التاريخ مثلا يعيد نفسه؟ او الهلال والاتحاد سبع مرات، مو السبعة هذه مرتبطة بالمباريات الماضية إنه الاتحاد متدمر؟ أكيد أكيد. إن كرة القدم عبارة عن سلسلة، كرة القدم إيش؟ عبارة عن سلسلة. أنت عشان تبغى تكسر هالسلسلة أنت تفوز عشان تكسر وتمحي هذا الماضي. يعني الآن الاتحاد المباراة القادمة ضد الهلال حتكون الضغط على الاتحاد 300% بسبب السبع المباريات. فأنت تقول حتى لو الاتحاد يغير الإدارة يجيب لاعبين جديد يكون هو الفريق الأول في الدوري، لو نتكلم عن الموسم القادم لو يصير هو الأول والهلال يكون الثالث، الضغط بيكون على الاتحاد لأنه التاريخ. فالتاريخ له أهمية في كرة القدم، أنه أحيانا يجعلك تحت الضغط أكيد. أكثر من الفريق المنافس اللي هو متفوق عليك تاريخيا. أكيد أكيد هذا. وأيضا الفريق الآخر اللي يثبت أنه متفوق على هذا الفريق ويستمر تاريخيا، فدائما المباريات الكبيرة كلها الفريقين تحت الضغط. جميل. سواء هنا ولا هنا، بس الأكثر ضغطا اللي وده يكسر السلسلة. جميل. ماذا يريد نادي النصر من هذه المباراة؟ ليش بديت بالنصر يا عبد الرحمن؟ نصراوي أنت؟ لا، لأنها برضه النصر. تبدأ باللي برضه. بالضبط. تمام. طيب. يريد المباراة. ما فهمت السؤال يا عبد الرحمن. الآن يا عاصم، خلنا نقول بتقمص الآن شخصية مشجع هلالي. ممتاز. يفكر بالمشجع النصراوي، يقول الآن هذا بيحضر بيشجع ناديه على إيش يا حبيبي؟ حنا حاسمين الدوري ومخلصين الموضوع، وهذه مباراة يعني كأنك تقول زيادة عدد، وش راح يستفيد المشجع النصراوي؟ أوكي فاز النصر، وش راح يستفيد؟ طيب وش راح يستفيد؟ مو بيلعب نهائي كأس الملك ضد نفس المنافس؟ صحيح. هل الفوز على الهلال راح يعطيك دفعة معنوية إنك تفوز عليه في المباراة اللي بعدها؟ الآن النادي العين فاز على الهلال في مباراة الذهاب، والمؤشرات تقول إنه عادي الهلال يرجع في المباراة، صح ولا لا؟ صحيح. بس الهلال العين فاز ذهنيا في المباراة ومعنويا إنه أنا فزت في الذهاب على الهلال. فالنصر هي تعتبر كأنها هذه تحضيرا لمباراة كأس الملك النهائي. وأيضا يستفيد منها في قراءة بعض الأمور في نادي الهلال. اي خصوصا في ظل خلينا نقول لا هو نادي النصر. القراءة في نادي الهلال واضحة، تتكلم عن أمور ذهنية وتكتيكية وأمور هي واضحة. لا أنا أقصد يا عاصم، أقصد أنه في ناس في لاعبين ممكن ما راح يشاركون في المباريات، تتكلم المباراة الأولى اللي في الدوري اللي فاز الهلال فيها 3-0. قصدك مثلا أنه مثلا قصدك سافيتش في نهائي كأس الملك أنه ما راح يلعب، ما راح يأثر التأثير اللي بيغير شكل الهلال من ممتاز إلى سيء، لا بيكون في تأثير أنه بينقص من حدة الهلال، بس ما راح يكون في تأثير. أنت في نهاية موسم متضحة معالم كل الفريقين، ولو أنه النصر الآن في آخر فترة ما كانت تبان ملامح، كأنت اختفت ملامح وطلعت ملامح جديدة ثم رجعت أما الهلال باين، بس أنت تفوز على الهلال لأغراض معنوية فقط، أنك تفوز على الهلال لأغراض معنوية، لأنك أنت تكتيكياً المشاكل اللي أنت تقدر تحلها عشان تفوز على الهلال ممكن، بس أنت تحتاج الدافع المعنوي، لأنه النصر يطيح دائماً ضد الهلال مو عشانه ما يعرف يلعب كرة قدم، لا يطيح عشان أشياء ذهنية. وسبب أيضاً من الأسباب العنصر المحلي النصراوي مش مغذى ذهنياً، ما عنده تراكمات ذهنية. فإحنا نقول أنه النصر بيستفيد أول شيء، أنا بنعددها ماذا يريد من هذه المباراة؟ أول شيء إنك تفوز عشان كأس نهائي كأس الملك.
تفوز توقف سلسلة الهلال أو رقم قياسي للهلال ما يحقق الدوري بلا خسارة. لو تأخذ المباريات اللي للهلال المتبقية، بقي له النصر، بقي له الطائي، بقي الوحدة، صح؟ صحيح. أعتقد لو تأخذها كمباريات هذه الهلال قادر أن يحققها كاملة، لكن مباراة الهلال والنصر يعني ممكن الكفة تميل للهلال عطفا لأنه الهلال هو المتصدر، الأشياء التاريخية، بس في كفة للنصر، يعني ممكن تقول 55-45 50-50، ومباراة دائما الكبيرة 50-50. يعني كان يفهم من كلامك أن النصراوي يقول يا الهلالي بخليك تحقق الدوري بخسارة. أيوة أنت أوكي، هل هذا طموح للنصر؟ أنا ما أدري عن جمهور النصر هل هذا يعتبر طموح، طموح للنادي، بس عطفا على كرة القدم و التركيب اللي ناخذها ككرة قدم مباراة الديربي، حتى لو أنت ما كنت سيء، بس أحرم خصمي من لذة، أحرم خصمي إيش؟ من لذة. أتذكر في مباراة بالدوري الإنجليزي كانت بين تشيلسي وتوتنهام، ديربي لندن، تشيلسي متفوق أصلاً تاريخياً على توتنهام، بس توتنهام كان قاب قوسين إنه يعني عندهم كان إنه يحقق الدوري، جاء تشيلسي في كانت في أسوأ مواسم، موسم 14 يدخل المباراة بكل جدية، يحلم توتنهام ويتوج ليستر سيتي من هذيك المباراة رسميا بالدوري. فهذول المباريات لها ثقلها، فالنصر يبغى هذا الشيء من النادي الهلال، اني انا اباخذ شيء منك، ابحرمك من لذة انت ممكن تتلذذ فيها لسنوات. هذه نقطة من النصر. النقطة الثالثة من النصر، اقلل الفجوة اللي بيني وبين الهلال نقطيا، ابغى ان انهي الموسم نقطيا، بدل ما يكون الفارق 15 نقطة على الاقل اخلي الفارق 9 نقاط، مو شيء ممتاز تبني عليه. يعني خلنا نستذكر بعد 4 سنين يقول لك الهلال حقق الموسم وكان الفرق بين الهلال والنصر 15 نقطة، واللي كان الفرق بين الهلال والنصر 9 نقاط، اصلا 9 نقاط تهضمها، بس 15 نقطة تقول وش هالفارق اللي في المستوى. أيوة. يعني فهذه يؤثر مستقبلا، يؤثر مستقبلا على استقطاب اللاعبين ترى. انه النصر، انه النصر مركز الثاني بس بينه وبين الاول، لا في لا النصر ايضا على الفارق النقطي، انك تستفيد تقلص شوي الفارق النقطي، تستفيد انك تكسر السلسله اللي الهلال متفوق عليك فيها اخر المباريات، وايضا على مستوى الدوري يعني اشياء كثيره بيضربها النصر لو يفوز. بتتكلم عن مستوى ايضا بالنسبه للنصر اللي تاخذها كمباراه على مستوى شقه المدربين، آخر مباريات للهلال جيسوس يعني خلنا نقولها بالمصطلح التكتيكي محجم كاسترو كمستوى، معركة بين المدربين ولا يعني هنا النصر، بس إنك تقلل أنت الدائرة وترجع وتصغرها بين مدربين تكتيكيا، جيسوس وآخر الفترات قاري كاسترو قاعد يأكلهم، يأكل كاسترو، كاسترو يغير يبدل، فهذه فرصة الكاسترو إنه يرد على جيسوس، فرصة الكاسترو لموسم آخر. تخيل انه كاسترو يفوز في هذه المباراه ويفوز في نهائي كاس الملك، اعتقد سيستلم الموسم القادم. بس كاسترو حيخسر هذه المباراه، ستشكل ضغطا في نهائي كاس الملك. يعني كاسترو اعتقد خسارته من هذه المباراه اعتقد انه خلاص ما راح يستمر الموسم القادم، لانه كاسترو فشل في الفوز على الهلال ما بعد البطوله العربيه، نهائي البطوله العربيه، يعني يقدم مباراه في البطوله العربيه النهائي كيف تفوز على الهلال بعشر لاعبين، اداره ممتازه تكتيكيا، كيف تدير مجموع بعشر لاعبين، بس انت سقطت امام الهلال ك 11-11 وانت كنت في حدتك انك يوم تلعب مباراه الهلال 3-0 في الدوري. فاحنا نقول كاسترو اعاده ثقه، وخلنا نقول ايضا للاعبين الاجانب انه كانه اخذ انه اجانب نادي الهلال هم افضل مني، جانب الهلال اعلى يعني خلنا نقول فورمه مني، اني انا في المباراه هذه انا احط راسي براسك بس هو افضل مني، فكأنه تحس انه لاعب الهلال الاجنبي ماخذ اريحيه على لاعب النصراوي، يعني تحصل في مباراه ضد الهلال لاعب يغيب اجنبي، يعني المباراه الماضيه في السوبر بروزوفيتش كان مختفي تماما، ما كنا نشوف اوتافي هو اللي كان يحاول، فهذه بتعطي دفعه معنويه للاعبين الاجانب للموسم القادم، لانهم مستمرين اغلب العناصر الاجنبيه. صحيح، انت ماخذهم بعقود. اي فانت المباراه لها تبعاتها كبيره حتى للموسم القادم. فحتى تقول انه ايضا على مستوى كسر خلنا نقول عقده انه النصر فاز على كل الفرق، فاز على الاتحاد، فاز على الاهلي، مش بقي له الهلال ما فاز عليه ما بعد البطوله العربيه، هذه تعطيك القدام مو عشان ما تاثر عليك اذا تبغى الدوري الموسم القادم، ففيها تبعات. وانا اتمنى انه اذا في شخص عنده وجهه نظر بالنسبه للاشياء يحققها النصر
في هذا الفوز. انت عاصم تكلمت قبل انه ان النادي الاهلي، معليش بطلع بس بربطها الان بالنادي النصر، انه بعض الجماهير لما تكلمت وقلت انه هذا الفوز ممكن يساعد النادي الاهلي، لما تكلمنا عن الهلال والاهلي انه يساعد النادي الاهلي في الموسم القادم، والان ترجع وتقول انه ممكن الفوزين، تفوز على الهلال بالدوري وتفوز على الهلال بكاس الملك، انه بيساعد النصر الموسم القادم. بعض المتابعين يقولون ايش دخل الموسم الحالي بالموسم القادم؟ كرة القدم سلسلة. شلون؟ وضح. وضح. تخيل، يعني خلنا نقول صريحين، الهلال يوم يستقطب هذه الأسماء، هل استقطبها عشان الموسم هذا، ولا استقطبها بناء على تراكمات إني أنا انحرمت من التسجيل فأنا استقطبت أسماء ثقيلة، استقطبت حسب احتياجاتي، درست السوق، صح ولا لا؟ صحيح. يعني شيء، كل شيء في كرة القدم مرتبط بأشياء بعيدة. يعني النصر الآن لو يحقق كأس الملك ويحقق مثلا كأس الملك ويحقق ويفوز هذه المباراة، كاسر بيستمر. بس النصر يخسر في هذه المباراة، يعني بيدخل مباراة كأس الملك مضغوط شوي، ممكن يخسر كاسترو باي باي. يعني لو يخسر مباراة اعتقد كاسترو باي باي، يعني اعتقاد مو صح ولا خطأ ولا أدري، أنا ما أتمصدر بس يعني على اللي أشوفه أنا، فهمت؟ ففي أشياء كل مباراة لها تبعاتها. طيب لنفترض أن النصر الآن خسر هذه المباراة وخسر كأس الملك، مو ممكن يدخل النصر بقوة بالسوق عشان يقول أقلل الفجوة بيني وبين الهلال لأني أنا خسرت من الهلال؟ فكل مباراة لها ظرف، فهمت؟ اختياراتك في السوق، وضعك قدام، وضعك الإداري، أشياء لا تراكم. تخيل النصر هو اللي متصدر، ما راح تطلع الإدارة، صح؟ صحيح. بس الإدارة تطلع لأنه النصر خسر الدوري مثلاً، أو خسر مثلاً طلع من بطولة دوري أبطال آسيا. فكرة القدم هذه سلسلة تاريخ يرتبط. فهذا بالنسبة للي في سؤال. لا خلصنا، الآن نبي ننتقل للوضع الفني لنادي النصر. يا سلام. شلون الوضع الفني؟ نادي النصر لما تشوف آخر المباريات، هل هي مرضية لجمهور نادي النصر كنتائج؟ خذ لي من بعد خسارة النصر من الهلال في كأس السوبر، وش النتائج اللي حققها نادي النصر؟ طبعاً النصر كأس السوبر ضد الهلال غير الشكل، إنه يلعب بثلاثي قلوب دفاع، من أمامهم تقريباً ثلاثي أو رباعي، ومن أمامهم كريستيانو. لكن أنا أتكلم خذ لي الشكل أو النتائج اللي حققها النصر. نبي نتكلم أول شيء عن النتائج. بعد مباراة كأس السوبر اللي خسر فيها النصر 2-1 من الهلال، دخلنا على الفيحة فاز النصر 3-1، دخلنا على الخليج فاز النصر 1-0، دخلنا على كأس الملك مباراة أيضا مع الخليج فاز النصر 3-1، دخلنا على الوحدة في الدوري فاز النصر 6-0، دخلنا على المباراة الأخيرة فاز النصر 3-2. تموج نتائج النصر عبارة عن تموج كشكل فني. من بعد الخليج، الوحدة، الخليج كأس الملك، الوحدة دوري النصر، أنت تشوف النصر اللي من بعد الاتفاق في بداية الدوري، اللي النصر يفوز على الفتح، النصر يفوز على فاز على الفتح، وأعتقد فاز على النادي الأهلي، النصر اللي أخذ حدة في الصعود. لكن تدخل مباراة الأخدود، تحسم المباراة بالدقائق الأخيرة، ما كان شكلك نفس الشكل اللي دخلت فيه ضد الوحدة، ما كان الشكل اللي دخلت نفسه في مباراة الوحدة ومباراة الخليج. والوحدة فايز 6-0، تلعب قدام الأخدود، يعني يلا بالله تكسب 3-2. طبعا المباراة خارج الأرض، المباراة يعني ملعب صعب، مدرب يعني عنده نتائج أقول جيدة ضد النصر، نور الدين بن زكري، وفي حرب بينه وبين النصر، لكن تغيير المدرب في الأخدود أحدث شكل، إنه غير الشكل، في صدمة بالفريق، فهي ممكن أن الأخدود، لكن شكل النصر أصلاً ما كان موجود. ولو أنه اللي يدل على ذلك شوف إبداع علي الحسن في المباراة، يعني لما يبدع لاعب ما تتوقع أنه يبدع، يعرف أنه شكل الفريق أصلاً غريب. فالنصر هنا المشكلة، اللي نقول أنه بعد الوحدة الخليج دخل الشكل الجديد. يعني لاحظ لي الأسماء اللي بدأت مباراة الأخدود، لعب لابورت جنبه مين؟ العمري، صح؟ إيه. ظهير يمين سلطان الغنام، بالضبط. ظهير يسار تلس، قدامهم الخيبري، قدام علي الحسن مع بروزوفيتش، غياب أوتافي وكريستيانو، إيه. وعلى اليمين أيمن يحيى، وعلى اليسار ساديو ماني. الثلاثي اللي في الأمام ممتاز، أنا أعتقد الثلاثي اللي في الأمام ممتاز. عطفا على وضع الفريق من بعد مباراة الهلال، هذا الثلاثي ممتاز صراحة، في عملية الارتداد، وفي عملية التغطية مع ظهيرين الجنب،
وفي عملية أيضا إغلاق مسارات التمرين لما يرجع الفريق يحاول إنه يغلق مسارات التمرين لما ترى متأخرة كضغط منخفض. هذه الأجنحة متفاعلة. كان النصر سابقا كعيوب إنه الأجنحة لا تتفاعل مع الحالة الدفاعية. طبعا كريستيانو يعذر على هذا العمر إنه ما يتفاعل بطيء في التفاعل، بس إنه الأجنحة تتفاعل. طيب تقلل الريسك عليه. وش السر يا عاصم في علي الحسن؟ حنا نشوف كاسترو وتافي. إيه لا 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 أنا ما أقصد المباراة هذه، وأقصد أيضا في بعض المباريات نشوف كاسترو يبدل يدخل علي الحسن ويخليه في مناطق متقدمة. ليش يفكر كذا يعني؟ وبده يخلق دور جديد للاعب. يعني علي الحسن ومناطق متقدمة لنادي النصر. هو شوف الآن يتساءل بعض الجمهور عن الشيء هذا. النصر الآن دائما مشكلته من اللاعب اللي يلعب مع أوتافي وبروزوفيتش، يعني هذا اللي يقلق النصر. لما نجي بعد شوي ممكن إنه فيه إيه موجود في محاور تشكيلة، إنه وش من اللاعب الثالث اللي بيوقف مع الثنائي هذا؟ يعني عبد الله الخيبري بالموسم كامل يجي نقطة أصبر ما ندري، علي الحسن، سامي النجعي، الصليهم. إيه فالنصر الحين لو تسأل أي نصراوي ما يدري من يختار، فعطفا على النتائج اللي آخر مباراة تقول علي الحسن لأنه مادي كويس، لكن علي الحسن ما عنده تراكم مباريات إنه يلعب مباريات كثيرة. وناهيك عاصم عن قلوب الدفاع. طبعا هذه قضية من زمان موجودة. إيه من زمان، يعني حنا تعبنا وحنا في كل حلقة نقول نفتح الموضوع، بس ما أنا ما أدري يعني. المدرب كل يوم اسم، كل يوم اسم، كل مباراة اسم. هذه مباراة أشوف العمري، مباراة أشوف الفتيل. هذه يعني قضية حتى إنه يتحول لثلاثي ما شكل الثلاثي صح. يعني كان يضع لابورت كمنتصف، العمري يمين، العمري يسار، والآلف تيل يمين. يعني توزيعها كان خاطئ بالنسبة لأقدام اللاعبين، بالنسبة لمواصفات اللاعبين، وبالنسبة لشكل الفريق في البناء، شكل الفريق في عملية الدفاع ورفع خط الدفاع. فالنصر أنا أعتقد أنه الأفضل للنصر كوضع فني، لو نأخذها خلنا نأخذها كوضع فني للنصر، عطفا على مباراة الأخدود، هو مقلق أنه يدخل ضد الهلال. تأخذها قبل المباراة مطمئن، لكن احنا قلنا النصر، أنا قبل قلت لك النصر مشكلته إيش؟ حافظ، فاهم بس مش حافظ. فاهم بس مش حافظ. فاهم بس مش حافظ. مش حافظ. فاهم مش حافظ بمعنى إنه مباراة يطبق كل شيء في كأساليب كرة قدم، مباراة بعد تقول هذول نسوا اللي هم فاهمين إنه المفروض إني أسوي كذا، بس إنه كأنه ناسي. طيب وش سالفة لما تتكلم أنت كثير عن نادي النصر في المباريات الأخيرة وتقول ظرف الزمان والمكان إنه لازم يفعلها نادي النصر؟ أيوة هذا اللي خلى النصر يتحسن، بس في مباراة الخدود ما كانوا متى أضغط، أين أضغط، متى وأين ولماذا. طيب هذا بالنسبة للضغط على حامل الكرة، متى أسكر مسارات التمرير، متى أين أبغلق مسارات التمرير، أين مناطق الافتكاك. النصر كان ممتاز في الخليج، ممتاز في مباراة الوحدة، حدة 90 دقيقة يلعب. طيب مباراة الأخدود نسى. يعني النصر مشكلته في ما بعد يعني التحسن، أو نقول ما بعد مباراة العين وخسارة الهلال من السوبر، النصر تعطيك مباراة تقول هذا النصر ما شاء الله تبارك الله، بس يحتاج اسم اسمين يستمر كاسترو. المباراة اللي بعده تقول هذول اللاعبين لا يفقهون شيء في المباراة. يعني شفت النصر وضع غريب، يعطيك قمة، وضع غريب، وضع غريب، يعطيك قمة، قمة من الأشياء في كرة القمة، بعدها يعطيك قاع. الهلال ما يعطيك قمة، بس هو تحت القمة بس يمشي استقرار. النصر يعطيك قمة بس بعد المباراة يعطيك قاع. النصر يعطيك قمة بس ما يستقر في القمة. ايه الهلال ما وصل، يعني ما يعطيك قمة بس انه هو تحت القمة بس قاعد يمشي مستقر. ايه مستقر على وضع فني واضح، بس النصر يعطيك قاع. يعني هل هو مدرب؟ يعني اللاعبين حف ينسون ولا ايش السالفة؟ هل هي قضية مدرب؟ يعني أنت ما تدري وش النصر وش قاعد يعني مرات اللاعب النصراوي خاصة اللاعب المحلي لما يقدر إنه يروح يسند، تخيل لنفترض على 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 سبيل الفرضية الكورة الآن هنا لنادي الهلال، لنفترض إنه سالم الدوسري الآن مستلم هنا، طبعا مباراة الدوري يمكن ما يلعب سالم، بس لنفترض إنه سالم الآن هنا، ياس الشهراني هنا، ومثلث معروف، وسافيتش هنا. انت الان مطالب انك ايش
خلينا نقول تتموج بشكلك الهيكل النصراوي ال11 لاعب لاحتواء انه الكوره في الجانب الايمن. يا اخي تحصل اللاعب الجناح مثلا الايسر مثلا خلينا نقول ساديو ماني يعني قاعدين نضم هنا، يعني تلاحظ ايمن يحيى بدل ما هو واقف هنا تمام عادي انك تحصل اللاعب واقف هنا، يعني اتخاذ قرار فردي غريب من اللاعب المحلي النصراوي. هذه ما هي بشغله مدرب انه يقول لك يعني هذه من يعني هذه ما راح يعلمك المدرب وين توقف. ايمن يعرف وين يوقف، لكنه يسقط في المباريات الحساسه هذه. يسقط ايش؟ هذه مشكله العنصر المحلي النصراوي يسقط في وضع حساس جدا في المباراه، يعني يلعب 90 دقيقه بس في 10 دقائق يسقط اللاعب المحلي النصراوي تلقى الفريق الاخر حسم المباراه وانتهى. يعني قضيه وقوف، قضيه بديهات، قضيه ادخل على اللاعب ليش اتهور؟ يعني ما هو كل شيء المدرب؟ يعني لو ما هو كل شيء المدرب؟ مو كل شيء المدرب. يتحمل كاسب بس مو كل شيء، العنصر المحلي النصراوي ساقط في مستوى المباريات هذه الكبيره في ظرف الزمان والمكان انه يخطي. انا بدل المفروض انا اوقف اروح اضغط على حامل الكوره، لا ليت لاعب واحد يعني اللاعب لما يخطي زميله الاخر بيروح يحاول يصحح خطاه، والميري بيصحح خطاه مرات اللاعب المحلي فهو يخطي دبل فالكامل الهيكل حيسقط. لأن كرة القدم ال11 لاعب عبارة عن لو واحد يخل ممكن الثاني يسند ويساعد في إصلاح الخطأ، لكن لما هذا يصلح وهذا يزيد الطين بلة فالشكل كله حيخرب. طيب عاصم بسألك سؤال، شفت تحملني على هالسؤال عدته كثير أدري في حلقات ماضية لكن سؤال إلى الآن ما أحد لقى له إجابة، ودي ما أقولك تجاوب بس تجتهد أنك تجاوب يعني بناء من وجهة نظر شخصية، ليش كاسترو يغير في قلوب الدفاع ما يثبت على لاعب؟ خلينا نتكلم على لابورت، ليش؟ لأن من اللي يلعب؟ طبعا لابورت كقيمة عنده مو مدافع كامل، بس لما تاخذ كلاعب بمواصفات هذا المدافع من أفضل المدافعين اللي مر في تاريخ الدوري. بس أنت لابورت يوم تجلب وتعرف السلبيات والإيجابيات، تحطه في الملعب، لكن اللاعب اللي يلعب مع مين؟ لاعب محلي، اللاعب المحلي يا يسقط في مباريات ما مرات تقول هذا يفهم ابجديات كره قدم ومرات تقول لا هذا ما يفهم ابجديات كره قدم. المدرب وده يشتغل على اللاعب المحلي النصراوي بس ما عنده تاريخ عشان يشتغل. يعني انت مرات تخيل، انا بسالك سؤال، تخيل انك انت طبيب الان ابي اجيب لك مريض بس هذا المريض مر على اطباء وحطموا الهيستوري حقه التاريخ حقه المرضي، ابي اجيبه واقول لك تفضل صلح لي هذا المريض. انت بتشتغل على تاريخك كامل، تاريخ المرضي كامل، فبتروح تبدا من الاساس وتبدا تشتغل، بيلك وقت. لاعب النصراوي نفس الشيء. يمر على مدربين ومدارس وادارات، اللاعب ما عنده اساس. فكيف المدرب كاسر بيغير اللاعب من موسم؟ انت فهمت؟ وصلت؟ ايش رايك بالتشبيه؟ ممتاز. يعني كيف المدرب بيشتغل على اللاعب؟ هل بيجي انا بسالك سؤال، هل بيجي عبد الله العمري مثلا بيجي يمسك عبد الله العمري يقول تعال انت لو بغيت تقطع الكوره دخل رجلك كذا؟ هذا مو شغله مدرب هذه. يعني اللاعب النصراوي يخطي في اشياء مرات ابجديات. طيب ليش تغييره للاعبين؟ ليش؟ هو على حسب يعني بناء على مهاجمين الخصم، اوكي النادي الفلاني مهاجم فلان احتاج العمري، النادي الفلاني مهاجم فلان احتاج مثلا الفتيل. لا لا هو على حسب الشكل اللي خلينا نقول على حسب الوضع اللي يمر فيه اللاعب، اذا كان اللاعب مقدم اداء جيد يستمر، اذا غيرت. بس يا عاصم ما يمدي يقدم اداء جيد مباراه واحده و ما هو المشكله انه نكبني في هذه المباراه. فهمت؟ يعني حتى كاسترو يوم يجي يوم يمسك النصر يعني قلوب الدفاع حقين الموسم الماضي كان عبد الله العمري والاجنبي نسيته. اللاعب الاجنبي هذا راح، انا لما اضيف اجنبي اخر بمواصفات اخرى حتبان لي عيب في اللاعب المحلي، ممكن تزداد عيوبه او تتباين لي عيوب ما كانت متبينه مع اللاعب الاجنبي الاخر. فقضية اني انا اضفت يعني ما جاء للفريق وهذول قلوب الدفاع فمتبينت لي العيوب فانا اشتغل على العيوب، هو كل مرة تكتشف لي عيب.
وعطفا على التغير الفني في النصر بتزيد انت الطين بلة. فحنا نقول ان النصر كمباراة الأخدود الوضع مش مقلق، بس فوز معنوي ممتاز للنصر انك تفوز قبل مباراة الهلال من ملعب صعب من خصم مثل نور الدين بن زكري كمدرب، لكن كوضع فني ما كان يعني مو مقلق بس انه مو مطمئن، بس فعل ظرف الزمان والمكان. مباراة الوحدة، مباراة الخليج، الفريق يطلع ككتلة واحدة، ينزل ككتلة واحدة، الأجنحة تسند مع الأظهرة كارتداد، عندها الوعي الوعي عندها ايش ايضا خلينا نقولها بمصطلح ما يفهي بالملعب. يعني الكرة منتقلة لجهة تيليس، ساديو ماني يرجع ارتد، لا يخلق الهلال تفوق عليك عددي، لازم يكون عندك الوعي في عملية انه الكرة هنا انا يكون عندي وعي اني انا فقدت الكرة على طول اروح اسند مع زميلي. هذه التفاصيل تحسم مباريات كبيرة كمستوى تكتيكي، هذا دور المدرب نعم، بس في دور على الفرد اذا ما كان عنده وعي في عملية انه ينتبه للحالة اللي قاعد يمر فيها الفريق. فهذه من الأشياء، الوضع الفني اللي في مباراة الخدود غابت، كانت حاضرة في مباراة الوحدة والخليج. بالنسبة للوضع النصراوي، الظرف الزمان والمكان، إذا تفعل حيتحسن النصر. هذا بالنسبة للموضوع الوضع الفني. جميل. طيب الآن نبي نتكلم عن التشكيلة المناسبة للمباراة لنادي النصر. طبعاً قدام النصر مين؟ قدام نادي الهلال. طبعا النصر معليش، الناس في ناس ترى هي من قضية وقت، إني يعني أنا أقعد مع الوقت مع النصر إنه النصر أفضل من الهلال، يعني أنا أخذت وقت بالنصر مو دليل. ممكن أنا أقعد مع الهلال خمس دقائق فدليل إن الهلال فريق منظم، فريق واضح، بس النصر عنده يعني ضبابية في بعض الأمور، أطول معه. صحيح. المريض اللي يجيك عنده تاريخ مرضي كبير تقعد تطول معه، بس المريض اللي يجيك عنده مشكلة تعطي كذا دواء. أنت تخصصك طبي؟ لا لا بس احنا نشبه اقرب شيء يعني. انت احيانا ورشه وميكانيكا واحيانا طب واحيانا ما عرفنا، لازم الواحد يبسطها يا عبد الرحمن. طيب يا عاصم، التشكيله المناسبه؟ انا اعتقد التشكيله المناسبه للنصر عطفا على الوضع اللي شفناه في مباراه الخليج والوحده، تيليس، عمري، لابورت انا اشوف لجامي الغنام، بروزوفيتش، هوتافيو، عبد الله خيبري، ما في الا هو، ماني، ايمن يحيى، كريستيانو رونالدو. انا سمعت ولا لا ذاك بكاس الملك انه تاليسكا ممكن يرجع. هذه انا اشوف افضل تشكيله، انه طبعا اسبينا. المباراه هذه بتعطي النصر انه كتشكيل 4-3-3 افضل انك تلعب ضد الهلال بهذا التشكيل. تلعب بخماسي، انت تقدم شوط في السوبر، الشوط الثاني كان النصر ما يقدر يطلع كوره من الخلف، يعني على الاقل الشوط الاول شفنا فيه كان متكافئ الشوط، ولو انه النصر كان افضل نسبيا، بس الشوط الثاني ما انت قدام الهلال لازم تلعب 90 دقيقه. فانا اشوف ان الأربعة ثلاثة ثلاثة هي الافضل على مستوى توزيع افراد. طبعا مشكله النصر قلناها سابقا، 6 واللي يلعب جنب لابورت. طبعا لابورت عنده مشاكل، مشاكله واضح من مانشستر سيتي، يعني انت جالب اللاعب انت تدري بمشاكله، لازم تسند معاه قلب دفاعي، يحاول انه يغطي المشاكل. كوليبالي والبليهي في بينهم مشاكل. لماذا يصر المدرب على وضع علي البليهي مع كوليبالي؟ لانه احساس المدرب اللي يشوف انه علي البليهي مع كوليبالي افضل كثنائيه، هي ترى قلوب الدفاع، القلب زائد القلب يعطي الناتج، خاصة قلوب الدفاع. هو كلهم عندهم مشاكل، بس هل مشكلة هذا ومشكلة هذا حتعطيني مجموع كارثي ولا بتعطيني مجموع إيجابي؟ أسألك سؤال، فاران وراموس أفضل ثنائية في أوروبا حققت دوري الأبطال، راموس ما بعد ريال مدريد مدافع، خلنا نقول يعني مع باريس ما كان إصابة، فاران راح المانشستر يونايتد عنده هفواته يعني. هذا عنده هفوات، لكن راموس زائد فران يعطيني قوة، يعني اجتمعت خصائص هذا مع خصائص أعطتني تناغم، قوة، صلابة. فهمت القضية؟ أي ثنائية دفاع لو تمسك هذا توديه منظومة ثانية يمكن تجيب العيد، بس هي قضية منظومة من اللاعب اللي يوقف جنبه. فأعتقد أنه لا جامي أنا أشوف أفضل مع لابورت ضد الهلال،
عبد الله الخيبري الافضل انه يعطي الحريه صراحه لبروزوفيتش. يعني انت ودك تفعل مفاتيح لعب اكثر، يعني انت تلعب علي الحسن ممكن انك تقيد شوي بروزوفيتش، تلعب عبد الله الخيبري في حريه لبروزوفيتش انه يكون لك مفتاح لعب، فانت ودك تخلي مفاتيح لعب اكثر ضد الهلال. فانا اشوف هذه افضل، حتى شفناها يوم قيد بروزوفيتش مع عبد الله الخيبري في مباراه الهلال في السوبر، ووضع أوتافي كلاعب جناح قيدت صراحة بروزوفيتش. أنا أشوف هذا أفضل شكل للنصر يلعب فيه ضد الهلال، لكن الأهم 90 دقيقة. أنا أشوف هذه التشكيلة. النصراوي ترى خايف أنه ممكن يشارك قدام نادي الهلال بثلاث قلوب دفاع، أو أنه يلعب علي الحسن أو سامي النجعي. هي قضية النصر قلنا الاسمين، اللي يلعب جنب لابورت واللي يشارك أوتافي وبروزوفيتش، لكن أنا أشوف أن هذه أفضل، وكل واحد يعطينا وجهة نظره. جميل. في شيء بالنسبة للتشكيلة؟ طيب. ننتقل الآن كيف يفوز نادي النصر. أوكي، حنا عرفنا التشكيلة، تكلمنا حنا اللي الأفضل أنه يشارك فيها نادي النصر، لكن كيف يفوز نادي النصر؟ أوكي، فعل ظرف الزمان والمكان على كلامك، وش بعد فيه أمور ثانية؟ طيب، كيف تفوز أول شيء على الهلال؟ خلنا نقيسها، خلنا ناخذ المنظور الآن أنه الخصم نادي الهلال. خلك من برا الملعب، كيف تفوز على الهلال ما خارج الملعب؟ كيف تحضر الفريق أنه يدخل مباراة على الهلال؟ الهلال بيدخل لك المباراة بدون ضغوط، هذا سلاح ممكن يكون للهلال إيجابي أو سلبي. أنت خلي المباراة أنه عطفاً على أنه أنت حضر اللاعبين ذهنياً، اللاعبين سقطوا ذهنياً في مباراة الهلال في السوبر في المباراة الماضية، حضر اللاعبين ذهنياً يا أخي. لما تقول حضر اللاعبين ذهنياً يا أخي كل الناس تقول وش معنى؟ صح اختفت، حضر الفريق ذهنياً، حضر الفريق ذهنياً يا أخي، وش وما في مو شيء ولعب على قد إمكانياتك. إيه، مو شيء فيزيائي ملموس تقول حضر الفريق ذهنياً، هذا هو صح؟ صح يا أخي، صح. شيء غريب، وش تحضير الفريق ذهنياً؟ لا تعطي اللاعب أكبر من طاقته. يعني بمعنى كيف توصل للاعب إنه مباراة كرة قدم؟ ترى اللاعب عبارة عن أداة. أنا بسألك سؤال، أنت بكرة عندك اختبار، بكرة عندك اختبار، حلو، كل شخص يرى الاختبار بمنظور اللي بينضغط واللي ما يقدر ينام ليلة الاختبار واللي ما طق سالفة للاختبار قال إيه اختبار، واللي يعني بين وبين كل واحد يراها بمنظور. المدرب أو لما نقول في شخص مثلاً يقود الطلاب لاختبار للتجهيز، إنهم يضعهم على درجة واحدة، إنهم يأخذون الموضوع بطبيعة الاختبار. يعني مثلاً ساديو ماني ما أخذ الوضعية أنا لعبت مع ليفربول قدامي الهلال أنا أقدر أتجاوز إني خسرت، كريستيانو يقول ممكن إني أنا، فكل لاعب له. شفت الحضور الذهني؟ أنا أشرحها لك إيش معنى التحضير الذهني. أنا بخلي اللاعبين يدخلون المباراة بعقلية واحدة، بتجهيز ذهني معين، نبغى من المباراة ألف با جيم دال، أنت لا حققت حتشوف كذا وحتشوف كذا وحتشوف كذا وتستفيد من كذا وتستفيد من كذا. أبخلي اللاعبين يدخلون، يعني من أشطر مدرب في التحضير الذهني في كرة القدم بروفيسور في التحضير الذهني مدربين، أنا أشوفه جوزيه ميرينهو وأنشيلوتي، هذول دكاترة في التحضير الذهني، دكتور في التحضير الذهني. انتر ميلان يلعب ضد برشلونة في دوري الأبطال، برشلونة مرشح على الورق يفوز على الانتر، كيف فاز الانتر ضد برشلونة؟ بالتحضير الذهني مش بالتحضير التكتيكي. كيف أخلي اللاعب يلعب مباراة حرب إيتو يقول أنا دخلت المباراة على أنها مباراة حرب، أنا ألعب عشان مدربي. كيف المدرب يوصل للاعبين بدرجة واحد انه انا بتدخل المباراة بخض النظر عن المباراة اللي هي ثلاث نقاط، العب وجيب الفوز. فهمت شنو معنى نقول تحضير ذهني؟ تحضير ذهني ايش معنى؟ اجي اسمع اللاعب واسولف معه. اي بعضهم ترى ياخذها خليها كمسطرة، كل عقليتهم واحدة، هدف واحد، نرجو من كذا، نبغى ناخذ كذا كذا كذا، ونبغى نشيل كذا كذا كذا، نبغى نمحيها. وعشان ايضا لك انت كلاعب، انت لما تفوز بهالمباراه اذا انت مثلا تطلع من النصر ترتفع قيمتك انت كلاعب. اللاعب ما يدري، او اللاعب يدري بس ظرف المباراه خليه ينسى هالشيء، المدرب هو اللي يوعيه بهالشيء. انا بسالك سؤال يا عبد الرحمن، جاء الاختبار انت ما تدري مرات وش اراجع هذا ولا ركز على هذا، بس لما يجيك مثلا مدرس ومختص يقول لك ركز على كذا، هذا انتبه منه،
انت غايب عن ذهنك. لو ما عندك اختبار وضغط الاختبار تدري وش اللي تركز عليه وش اللي ما تركز عليه. اللاعبين يدرون بس ضغط المباراة انه بعد المباراة بعد 5 ايام تغيب عنه هذه الاشياء. فالمدرب يجي يفعل هذه ويفعل هذه ويفعل هذه ويفعل هذه فتتضح له الامور، الاهداف المرجوه، الاشياء. فالتحضير الذهني طيب اللي بيفرق معك. قضينا الان من التحضير الذهني، دخل الملعب، صفر الحكم. شوف تكتيكيا بالنسبه للمباراه اداره كاسترو في 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 تنويع اساليب اللعب، الاصرار على اسلوب لعب معين. لا ما تقدر. شوف بعض المباريات الاصرار على اسلوب معين يجيب لك الفوز، والمدرب اللي خاطر هو اللي يفوز بالمباريات الكبيره. المدرب ايش اللي خاطر هو اللي يفوز، يعني بيصر كاسترو على اسلوب، ما في مشكله اصر على الاسلوب، لكن لما تدري ان هذا الاسلوب سيقودك الى الانتحار توقف على الاسلوب تطلع للاسلوب الاخر. المدرب من يوجد فكره جديده ويخاطر فيها. النصر اذا يبغى يفوز على الهلال العب كل الاساليب، تدرج من تحت، ابني الكره من تحت، قدر ضغط الهلال عليك. الهلال ما راح يلعب 90 دقيقه بضغط بوحشيه على حامل الكره كمان. اذا الهلال خفف حده الضغط كريتم ضغط، ابني الكره من تحت، تناقل الكره. واذا ضغط عليك العب الكره على اطراف الملعب على طول، خاصه على ايمن يحيى، لانه شفنا لابورت لما يلعب الكره على ايمن يحيى تصطاد ياسر الشهراني. فانت فعل اسلحه انك تطلع من بكرات عاليه. عشان كذا الهلال يقدر يفوز على اغلب الخصوم انه عنده تشكل عليه كضغط. الهلال يطلع بالكره العاليه على متروفيتش، يطلع على سافيتش يكسب الكره الثانيه. النصر دائما ضد الهلال يطيح تكتيكيا انه ما يلعب انماط لعب كثيره، يصر على اسلوب بس. حتى لو يطلع المدرب يطلع على اسلوب اخر ما يجيدونه اللاعبين. تذكر عاصم مباراه الهلال والنصر الاولى في الدوري لما فاز الهلال 3-0، وش كان اكثر جمهور نادي النصر يردد؟ وش كان؟ البناء 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 البناء, 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 البناء. اي هو فكره مخاطره، وانا هني كاسترو علي وهذا يدل على انه مدرب كبير. بس انت يوم شفت البناء، يعني البناء من الخلف مصطلح عريض، تدخل جوا المصطلح اللي فاهم كره قدم، انماط البناء، البناء انماط البناء. هل أنت بتتدرج كل الأثلاث ولا بتطلع من البناء بتنجز درجة؟ والبناء كيف بيكون؟ وش المحطات اللي بتسند عليها؟ البناء في محطات تأخذ وقودك منها، لاعبين أتكلم، وفي مربعات. البناء أنت بتقسم المربع على إيش؟ الحين المدربين اللي يبنون اللعب من الخلف في التدريبات، ترى في التدريبات في ملعب يكون ضيق أو يكون الملعب واسع. هذه فلسفة المدرب في البناء. هل أنا ألعب أدرب لاعبيني في ملعب ضيق، ملعب واسع، ملعب طولي، ملعب عرضي، مستطيل، مثلث؟ تدري في التدريبات ملاعب مثلث. وش الحكمة أني برمج اللاعب على أسلوبي؟ لا، عشان أطلع بشكل مثلث في البناء، أشكل مثلث مثلا في البناء. الحين مو هذا مثلث؟ صح. كيف أشكل المثلث في البناء؟ أخلي اللاعب مع هذا مع هذا يعطيني مثلث. ترى كرة عبارة عن رياضيات، وعبارة عن فيزياء، وعبارة عن كيمياء. حط معهم أحياء وأحياء. لا فعلا ترى أنت ما تتكلم. فقضية البناء لها أنماط، إنه لازم النصر يفعل كل الأنماط. إذا مثلا يعني كان يتدرج في البناء ضد الهلال، نمط واحد في البناء، هذه الغلط. انت لازم تفعل انماط بناء اكثر، ويكون عندك فكره رئيسيه وافكار ثانويه. الفكره الاخرى اذا تبغى تفوز على الهلال على المستوى التكتيكي، خلينا نقول كيف تكسر خطوط نادي الهلال. كيف تكسر خطوط نادي الهلال؟ الهلال دائما يقول لك ارمي الكره خلف دفاعاته، صح؟ ممكن هذه من نقاط ضعف الهلال، صح؟ بس انت كمستوى عناصر، خلينا ناخذها كفكره. تخيل ان النصر افتك الكره من هذا المربع. هذه الفكره تتطلب سرعه من اللاعب المنفذ، من اللاعب الراكب. طيب خلينا نقول الان لو في لاعب منفذ مثلا، تمام؟ لما تشوف الخطوط الاماميه لنادي النصر، ماني يمكن يعطيني يمكن ما يعطيني، رونالدو يعني عامل كبر السن، صح، ايمن يحيى ما في الاماني مثلا متاخذها كثلث. وايضا
المنفذ فيه بروزوفيتش وفيه أوتافيو صح؟ بس هل لما يفتك النصر أوتافيو وبروزوفيتش في وضعية مريحة لتنفيذ القرار؟ وتنفيذ القرار يعتمد على النصر وعلى الهلال، هل ضغط الهلال كان ممتاز فهو بيضيق الخيار على اللاعب، وأيضا اللاعب هل ماخذ وضعية مريحة نفسيا في اتخاذ القرار، اتخذ القرار من زمان لأنه جزء من الثانية تفرق، وأيضا هل اللاعب تشريحيا مأخذ وضعية ممتازة في كشف الملعب لعمل الكرة الطويلة؟ يعني العين متمرش على هذه، تلقاه ثلاثة أسابيع قاعد يتمرش عشان كذا ضرب خطوط نادي الهلال. طيب عاصم، من ضمن الأشياء خلنا نفكر نقول يا أخي ليش مثلا بعض من لعيبة نادي النصر يختار لهم المدرب، خلنا نقول لاعبين مثلا يتصيدون اللاعب روبن نفيز، فأنا هنا بشل نادي الهلال، ايش رأيك باللي يقول الكلام؟ كلامك صحيح، العين هذا اللي سواه كاكو رحيمي ثنائية، لما يفقد العين الكرة يقفون مان تو مان مع نفيز. طيب لو فرضا إذا كان الهلال بيلعب نفيز سافيتش مالكم، يعني هذه حتعطي خلنا نقول النصر أريحية أكبر، يعني بيكون الحمل كبير على سافيتش. يعني الأشياء اللي ما حضر لها جيسوس في مباراة الهلال والعين إنه رحيم يكاكو على نفس، ما حضر لها، ما توقع إنه بيسويها، فتلاحظ إنه ما حضر دور لسافيتش إنه ممكن هو اللي بيطلع من وراء بيطلع لي الكورة يفتح لي مسار تمرير. فهل جيسوس محضر للأنماط اللي لو يلعب النصر؟ طيب الآن لكن خاطر بفكرة أنه أضع أدوار تقييدية. طيب لو بحط لاعبين مع نفز، مين الأنسب من لعيبة نادي النصر؟ ما في أنسب، أنه كريستيانو ما راح يشارك لك بأدوار تكتيكية، فهمت؟ هذا إيش مطر ما شاء الله. طيب هو القضية خلنا نقول الضغط العالي لما يضغط النصر في ملعب نادي الهلال، وش توشيع أفراد اللاعبين؟ اوكي كريستيانو خل كريستيانو قلوب الدفاع، هل ايمن يحيى حياخذ ياسر الشهراني في الضغط؟ وماني حيضغط على سعود عبد الحميد؟ الافضل ترحيل ايمن يحيى للضغط على محاور نادي الهلال، خل ياسر الشهراني لاعب حر ما راح يشكل عليه خطوره، خل ايمن يحيى كلاعب زائد في عمليه الضغط كمان تومان. الهلال في عملية ضغطه يعتمد على المانتومان أغلب شيء، الضغط أنواع، يا أنك تضغط على المساحة، يا أنك تضغط على اللاعب نفسه، أو أنك تضغط على مسارات التمرير تقطع تصير شبكة تقطع مسارات. كذا بعطي أريحية للشهراني أنه يصعد قدام، ما في مشكلة. هل هو يشكل خطر؟ هل هو من العناصر الخطرة في نادي الهلال؟ هو خطر بس أنه أقل اللاعبين خطورة، فأنت رحل أيمن يحيى في عملية الضغط على مفاتيح نادي الهلال، وخل كريستيانو دوره في إخلاق على الأقل مسارات التمرير، إنه ما يتخلط، تحاول ترصد حركية نفس خلفك. كان الدور الأكبر أكيد على نفس وبروزوفيتش وتافي، هذا لا خوف عليهم هذول اللاعبين، لكن الدور على عبد الخيبري دائما تائه صراحة ضد الهلال في الضغط، متى يقدر الضغط على أي لاعب ومن اللاعب اللي بضغط عليه. دائما أنا لاحظ عبد الله الخيبري في مباراة الهلال تائه، حتى في رؤية الملعب وكشف الملعب. يعني أغلب شيء يكسر فيه خطوط نادي النصر يكون عبد الله الخيبري خارج التغطية. يعني هي تقدير عملية الضغط، أنا راح أضغط على اللاعب ولا لا؟ متى وأين؟ هذا اللي يقع فيها لاعب النصر. فأنا أشوف إنه الضغط عبد الله الخيبري بيكون مان تو مان مع مالكم، بس قضية مالكم لا تراقبها كمان تو مان، قضية مالكم على المربع، اللاعب اللي يجي في مربعه تحاول، لان هذا لاعب مزعج تراقبه مان تو مان، انت تطلع لاعب خارج منظومة النصر. جميل، فهذه من الاشياء اللي يفوز ان توزيعها للافراد بالنسبة للضغط كفرد لفرد. وخلنا نقول ترابط الفريق والاشياء البدنية، ترابط ايش؟ الفريق والاشياء البدنية. 90 دقيقة، هل انت تلعب معركة بدنية 90 دقيقة ولا لا؟ وجيد بالذكر للاعبين الاجانب في النصر، تلعب 90 دقيقة ولا لا؟ انت الحمل عليك 90 دقيقة برتم عالي جدا، هذا من اسرار الهلال في تحقيق الدوري، رتم عالي 90 دقيقة، 97 115 دقيقة لو انها مع الشوط الاول الاضافي تبدأ. بس قادر نادي النصر انه يجاري نادي الهلال لياقة، هذه اللي ما تقدر، قمة وقع. فتوزيع الحمل
البدني. توزيع ايش؟ الحمل البدني. توزع الحمل البدني في المباراة، قسم المباراة عشر، متى انا ابرفع حدة اللعب ومتى بحاول اني اهدي ريتم. لا انت اللي تضغط دايم وتنهار بدنيا بالشوط الثاني، ولا انت اللي مثلا ترتخي بالشوط الاول وترجع يعني بالشوط الثاني. يعني النصر دفع ضريب انه قدم شوط جيد وممتاز في الشوط الاول في السوبر، يعني تحاولك تلعب 90 دقيقة متوازنة، لا فيها لا حدة ولا فيها لا هبوط، التوازن. ومتى اتصيد ان الخصم عندي بدا يهبط حدته عشان اضرب الخصم. جميل، هذا اللي سوى فيها العين. خلنا نقول نقطه اخيره بس في النصر، رفع خط الدفاع ضد الهلال مغري، رفع خط الدفاع ضد الهلال مغري بسبب غياب سالم الدوسري. ولو انه سالم مو من اللاعبين اللي يركضون، بس سالم من نوعيه اللاعبين اللي يخلي الدفاعات لما تاخذ امتار للخلف مرهقه. سالم ممتاز في الدربل، فأنا أشوف إنها مغرية عطفاً على غياب سالم الدوسري، لأنه الهلال ما يدري من يضع لاعب جناح أيسر ومن اللاعب يلعب أمام مالكم، فهذه مغرية للنصر. هذه إن شاء الله بنتكلم عنها مباراة الهلال في فقرة نادي الهلال. هذا بالنسبة للنصر، لأن هي مرتبطة بالهلال، فهي مغرية إنك ترفع الخطوط، لأنه الهلال على مستوى كسب الكرة الثانية سالم من أهم أسلحة الهلال في كسب الكرة الثانية. انت ممكن تضرب من نقاط انه غايب سالم، العب باسلوب عشان سالم ما غاب، لانه حده الهلال تعتمد على 11 لاعب اللي موجود في الملعب، فاشتغل غياب سالم. في اشياء كثيره نقدر نتكلم عنها في النصر، بس هذه من الاسباب، يعني اشياء معينه. طيب ماذا يريد؟ طيب على الهلال بنختصر، لانه الهلال طيب ماذا؟ ما شاء الله احنا فصلنا في نادي النصر.